السلام عليكم. فيديو جديد مع مورايد. الفيديو ديال هذا النهار غيكون عباره عن ستوري تايم. ستوري تايم اللي عباره عن محاوله سرقه او محاوله نصب كنت غنتعرض ليها من الحمد لله ما صدقاتلوش، اللهم لك الحمد. كيفاش طرا وكيفاش وقع التفاصيل ديال هذا البلان كامل غتعرفوه معنا في هذا الفيديو. بقاو معنا ما تزبطوش باش ما نفوتكم حتى شي لقطه. يلا بيس مور انترو. مرحبا بكم مره اخرى. هذا الفيديو هذا كيفاش وقع وكيفاش بدا. المهم الظرف الزمني ديالها كان دابا شي عامين ونص هكاك. المهم مور ما شريت شي 30 عام ونص، مور ما شريت الموتور غير بشويه، يعني يلا شريت الموتور. الموتور عندي مازال جديد، موتور شاريه من واحد المدينه اللي بعيده عليا، اللي بعيده عليا مينيموم واحد 400 كيلومتر غادي تكون 400 ولا اكثر. علاش تنعاود لكم هادشي غادي تعرفوا من بعد. يعني شفتوا واحد المدينه وهذيك المدينه هي المدينه اللي غيهضر من عيا من هاد السيد هذا. واحد النهار كنسمع عليا ما بيا حتى تجيني واحد لانفيتاسيون في فيسبوك اكسبتي عادي انا اي واحد تيجي هكا. المهم خصوصا شي واحد اللي كان بلي بالماطر تعرفوا يعني باسيوني بحالك صافي تا اكسبتي. المهم السيد اكسبتي وكيتو مصيفط ميساج يعني انفيتاسيون وميساج. هادشي فاش يكون ما عادلكش مقصد شي واحد، يعني شي واحد قاصدو، يعني ماشي غير بارازار ولا غير باب طلع لك بنادم بالك مصور موتور درتي له درتي له زليق. المهم ما عليناش، اكسبتي السيد لقيتو مصيفط لي ديجا جي ميساج فين اخويا كدا هادي. المهم عادي السيد بغا يتعرف كدا، واش انت مكناس؟ اييه انا مكناس، انا مدينه فلانيه. صافي بدينا تنهضرو مده قليله ماشي بزاف، مده قليله جات في وسط الهضره ديالنا، جات في وسط الهضره ديالنا مرحبا بك الا جيتي كدا كدا، الا جيتي وما سولتيش سمح لكش كدا. قلت له الله اودي مرحبا، راكم عارفين اخوتي حنا مغاربه الناس ديال الكرام و معروفين ترحبوا بنادم كيما بغى يكون. قلت له تيراه مرحبا اخويا على الراس والعين، الا جيتي لمكناس عاور على ما سولتيش وهادي. قلت انا من قلبي يعني كيما قال لي، قلت له تي انا صافي انا عادي هضره عاديه داز ما رديتلاش البال. خوتي ما كملاش شي 6 ايام على اول مره صيفط لي انفيتاسيون، اول مره هضر معايا تيقول لي واش انت في مكناس واش هادي. انا استغربت قلت له ايه، قلت لك ما جاي ولا شي حاجه؟ قال لي انا غدا نجي عندك الا كنتي في مكناس. قلت له مرحبا اخويا الله اودي انا ما متيقش عادي قلت له، ولكن كنقول له سيدي ما يمكنش المدينه اللي بعيده بزاف اللي خصك تدوز على مدن باش توصل وحيجي عندك والسيد اللي ما تتعرفوش غير امي فيسبوك ولا امي عاد جديد ماشي امي قديم تتعرفو. صافي انا قلت له هاد الهضره وانا ما قلت ما توقعتش غادي يجي. لا قلت ليه هو تيصور لي اخويا انا غدا نكون عندك ان شاء الله. فين راك انت؟ انا في هاد المدينه راه بغيت نخرج نشد الطريق. واحد شي شويه قلت له مرحبا انا قلت له راه تنقولها له غير مرحبا هكا، يعني راه ما كنقول هذا السيد ما غايجيش. واحد شي شويه تصور لي راسو في لوطورو حتى هو جاي تشد الطريق. صافي انا قال لي وقيته فلان وقلع بها الليل ما نصص هاد الليل، قال لي الصباح غنكون عندك راه الطريق ديال شي 6 سوايع هكاك ولا. صافي انا لحد اللحظه راني ما متيقش غايجي ولا ما غايجيش. صافي قلت له مرحبا بك اخويا. الصباح هو تيسوني ليا قال لي اخويا انا في مكناس انا في حمريه، انا بديت نقول له بلايص اللي ما تعرفهمش ما كنتيش مكناس يعني تيسول ولا انا حتى شي قهوه اللي تعرفوها غير صاحب مكناس. او هاد خونا كيدار لا فعلا. صافي مشيت لقيتو لقيتو فريره كاين راه جا جي اخوتي واحد الطوموبيل. غنبقى نعاود لكم واحد التفاصيل اللي نتعمد نعاودو لكم باش تحسوا كيما حسيت انا، يعني واحد لي ديتاي هما اللي يخلوني نشك من هاد السيد في الاخر وداك الشيء حتى انا كنت غادي بنيتي معاه وكذا. جايب واحد الطوموبيل اللي معروفه تكون عند صحاب لوكاسيو، طوموبيل معروفه تتكرا. ما عليناش ديك اللحظه الاولى ما ديتش ما جبتش، من بعد عاد بقيت تجمع لي هذا الشيء هذا بقى ضرب لي الطن في الراس عاد بقى نقول هنا كاينه ان. صافي تلاقينا فطرنا واقيلا مجموعين بقيت نعقل ما عقلتش حيت دابا 30 هذا الشيء. صافي تلاقينا وبدينا
بقينا تنهضروا. وواحد الحاجه اللي مزيانه درتها ما مشيتش بوحدي، ديت معايا الدري، واحد الدري صاحبي تعرفوا ربي زيكار مصور معايا في لي فلوغ الواله الفيديو الواله اللي دات لمراكش. انا خلي لكم هنايا شي فيديو منهم، فيديو زويوله اللي ما خداوش حقهم، رجعوا تفرجوا فيهم. ما عقلتش فيه كنت واقف الاسطوره جاي ماشي بالصعاب، تكون انت تهضر تهضر تتقاطع على الهضره ديالك بشي حاجه طن مشالك شارك التكست بحال شي ممثل. فكروني في لي كومونتير حتى توصلت. لا على اساس راني عم نتفرج وعاد نجي نكمل لكم الفيديو. المهم تلاقيناه رحبنا به، يعني تيجي عندك شي واحد ضيف راه كما بغى يكون ضروري تديه لاحسن بلايص كاين عندك المدينه ديالك ترحب به كيما خص. المهم السيد في الهضرة ديالنا كنلاحظ كل دقيقة تيجي تبغي الموتور، فين الموتور؟ باش تخرج الموتور، سير خرج الموتور. أنا فاش شفت تيهضر هكا قلت له أنا هو الموتور عندي راه أونبان، راه عندي صاحبي راه تيصلحوا ليا، غنمشيو عندو نشوفو وكذا. قلت له لا راه حطوه ما يحطوش عندو في الكراج، ما خبعوه في دارهم باش ما يشوفوش الناس، باش الموتور ما يطيحش القيمة ديالو زعما راكم عارفين، معروف عندنا شي حتى واحد ما تيرضى يقول الموتور ديالو راه تيتقاد ولا راه خاسر ولا شي حاجة، وأنا الموتور ديالي راه في الدار. ما عليه بابي يا موتور الله شاري مزال جديد زنقي صافي. فاش بدات انسيستي عليا هكاك على الموتور رديت منو البال، درت اطونسيو وهضرت مع الدري صاحبي بوزيكا، قلت له شنو شنو؟ قال لي اخوتي انا راه بان لي شي شكل الدري ماشي هو هذاك. يعني والسيد جي عندي بعدا بواحد الطونوبيل اللي معروفه ديال لوكاسيو، طونوبيل ديال لوكاسيو معروف هذاك النوع هو اللي تيكون راه شحال هذه كانوا كي طروبات لوكاسيو تتبان من البلاكه تيدير واحد اللعيبه، دابا ولا كلشي بحال بحال يعني صعيب. المهم تفرقت انا وياه خليته تيتسناني في شي بلاصه، ديك اللحظه فين خليته تيتسناني قبل ما نعاود نتلاقاو شافوا الدري صاحبي يا باش مزيان تدي معاك شي واحد هذاك بوزيكا اللي ديت شافو ومعاه شي ثلاثه الناس اخرين، وهو قال لي انا راه جاي عندك هي انت اللي ما تعرفش شي واحد من كناس. يعني انا فين دخلني الشك فاش عاود لي الدري صاحبي قال لي راه مع الدراري صافي دار لي التناوي، قلت ويلي سيدي ما تعرفش شي واحد هنايا وصدق مع الدراري جابهم كذب عليا قال لي جيك وحدو. المهم لحد الان مازال ما حكرتش مازال ما رديتش منه البال مزيان، ولكن اللحظة اللي صافي يعني شنو خلاني نشك في هاد الدري 100% نقول هذا هو على خزيت هي واحد الوقيته مشينا جيت الدار كيتسناني من قدام الدار وقلت الطوموبيل برا، واحد الدري يعني صاحبي وقف تمايا وسمع كاين قريب ليه سمعو تيهضر في التليفون بحال اللي تيرصي هو شي وحدين ولا هو شي واحد في التليفون وتيهضر منفعل حيت السيد معانا تيضحك تيدخل تيضحك وتيهضر في التليفون منفعل وبحال اللي شي حاجه ما صدقاتلوش بحال اللي شي واحد اللي تيخطط لشي حاجه ماشي هي هذيك. المهم راه باين شنو بغيت نوصل لكم تيقول له هكا راه ما بغاش راه هادي راه كدا فهمتوني يعني تيقلب على شي حل. هاد الهضره هادي جا عاودها لي الدري انا صاحبي قال لي اشنو 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 داك خونا راه بان لي ماشي هو هذاك رد بالك منه وهادي صافي. تما زدت انا عاوتاني رديت السينتا من الاول حتى الاخر وعاد طلع معايا القلب كيفاش بنادم انا يلاه عرفني ربع ايام يلاه وكذا وجاي عندي صافي. تما يا درت منو اطونسيو السيد كنت غنديه بات معايا وكان هو جاي على نهار وغير رجع، ولكن فاش سمع الموتور خاسر ولا قال لي صافي انا نشوف كي ندير كاع نقدر نزيد معاك كذا، حيت انا كنقول له راكم عارفين من جاي تقول له ضروري جلست بات مرحبا بك معاك بزروب هادي يعني كان جاي وفاش شاف الموتور ما خرجوش ولا السيد باغي يبات. انا كنت عندي معايا دارنا غادي ندخلو نتعشاو مجموعين ونباتو وكذا وهادي، ولكن فاش سمعت هادشي وصافي يعني عاد تواقط قلت له لا لا اخويا صافي قلت له انا اخويا راه ما غاديش نبات في الدار راه غادي نمشي شد يعني غنمشي بالرموك غنبات في واحد البلاصه وما يمكن ليش تمشي معايا يعني شان تهربت منه فهم حتى هو شنو وقع وقع فيا وما بقاش فيا حيت بات مسكين في الطوموبيل بقى بعيد في واحد البلاصه الطوموبيل ديالو هنا
هنا اللي خلى هاد البزار الطوموبيل الا تخلاتني نزيد نشك في هاد خونا اللي دابا كان 80% دابا ولات 100% ولات 90%. يعني بايت في الطوموبيل على قبلها شنو كاين؟ جاي تشوف الدري تلاقينا تقاوينا تسارينا في مكناس شنو مازال؟ اذا مازال عنده شي حاجه ما كملاتش صافي. اللي في بالي هو اللي كاين صافي. السيد راه رد لي عاوتاني تلاقينا مره اخرى ومازال تيحكر باش يشوف الموتور مره اخرى. انا صافي قلت له الموتور راه ما نخرجوش، راه قال لي دري صاحبي راه البياس ديالو ما كاينش اللي غادي ندير له. قال لي يا خويا نعيطوا لك الدراري دابا يصيفطوا لك البياس المدينه اللي فيها، المدينه اللي فيها هو معروفه بالماطر وكذا، نستنوا خاصك عشان البياسه وهذه. لا قلت له خويا خليه دابا ما عنديش باش نقادو هذيك صافي. يعني كان جاي عوال يدير واحد الميسيو ويرجع صافي. هذا الشيء اللي كاين ما كاين لا جاي تعرف لا حتى شي حاجه، حيت ما يمكنش بنادم يلاه عارفك ما كامله السيمانه وغادي يقول لك انا جاي نضرب عليك الطريق وجاي بطونوبيل ماشي بالترونسبور. هذا الشيء اخوتي اللي كاين. الى عاودت لكم هاد الحادثه اللي كانت وقعت لي راه غير باش تستافدوا منها يعني وتردوا البال وديروا حتى نتوما اتونسيون. كيما وقع لي انا هكا كان كون يعني كون كنت كامبو كان تقدر 800 تكون في خبر كان الله يسر. كان بزاف د الحوايج هاد الحوادث اللي تيوقعوا لي تيخليو لي ديما نزيد نستافد ديما نزيد نرد البال. وما تيقوش بزاف اخوتي، ما تكونش عاد ما تكونش قليل النيه، ولكن الثقه بزاف لا الثقه بزاف ما خداماش في هذا الوقت. خير دليل على هذا الشيء اللي تنقول دخلوا غير لي باج انستغرام فيسبوك تشوفوا شحال المطر اللي تسقوا يوميا، مطر كبار ولا مطر صغار. تشوفوا اللي دالو صاحبو واللي حطو قدام الدار وتسرقلو. المهم خلاصة القول اللي طاح لي في بالي واللي تأكدت منه في الاخر هو ان هذا السيد هذا شاف عندي الموتور، الموتور جاي من نفس المدينة اللي جيت منه على الموتور، يكون ماشي بعيد يكون شي واحد كان هو اللي باعو لهذا اللي شريتو عنده انا وبقى عنده الدوبل كونتاك يجي باش يهز لك الموتور. ماشي بعيد يكون كاع ما تيعرف الموتور كاع واش جاي من تما ولا لا، وبغى يقول لي هاك عطيني نضرب شي تويره ومشينا بالطوموبيل. الطوموبيل ديالو كاسيو خا يسمعك فيها، عندهم شي بي اس غيجيو يهزو الطوموبيل تاعهم ما خاسر هو والو. الموتور راكم عارفين الموتور كبار مشى لك هزك الماء، يمشي غيتباع غير بياس، يتباع غير خاوي وعنده الفضل، يتباع غير خاوي وعنده الربح هو. الموتور خاوي ما فيه لا ورقه لا جوج، تلقى تيتباع بجوج، تلقى بجوج ونص، تلقى جوج شكون يعطيها له خوتي. الى عاودت لكم هذا الشيء هذا راه غير باش تسهلكوا بلا ما تسهلكوا وتردوا البال، واللي عنده شي موتور يبقى عنده والله يحفظوا له. هذا مكان والى هنا ينتهي هذا الفيديو. شكرا بزاف على الانتباه ديالكم وخليو لي لايك ديالكم لي كومونتير، واللي ما دارش ابوني راه تفرجوا بيا بزاف ما دايرينش ابوني، ديروا معكم داك ابوني وديروا معكم ديك لاكلوش باش كتعطيكم الجديد. وبيس الى فيديو جديد.